اهلا بكم في كل ما هو جديد في قناة عم محمود المنجد. بص يا جماعة، ده الشغل اهو، اتعمل اهو شغل مرتبة. الله ينور عليك يا عم محمود، شايفين الشغل، ومعانا العميلة كمان عشان تقول رأيها على شغل عم محمود. ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ ايه رأيك في الشغل بتاع عم محمود؟ زي الفل، تسلم ايديك. كويس يعني؟ زي الفل، تسلم ايديك يا استاذ. بص يا جماعة، المرتبة واقفة على صفة ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ دمكم، عشان تنسوش بقى تدعمونا في القناة واللايك والشير.